انا كنت سامعه صوت عياط. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوخة؟ انا اللي كنت سامعه عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقر انت وهي. انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قلل بأصرف معاه. لك انت بتعيطي ليه؟ انت قاعده بقالك حبه وجرحك نشف. انا عمري في حياتي ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا. كان يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانيه، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني وياخدني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انت ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي. انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغايه دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغاله ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحده جريت عليها اصلا وقلت لها ان انا بحب مروان كانت نجوان. عايزاني انسى الزمن. هما الرجاله كلهم كده اختي. صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي ابراهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه الا بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال. شويه يسرق غسيل، شويه يثبت واحد. يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكته وقريته ملكه. انا اللي حوشت له، جبت له عربيه الكبده وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدنيا النجس هيفضل نجس. انا مش حارقني الا ان هو بص لنواه. نواه كبداكي يعني تخن وتقلب قيمتي؟ حرام عليك. ده انا فتحت عينيا على الرجاله عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ الريحه المعفنه دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي. بس يلا قومي انت لسه قاعده يا بنت الجزمه.